وفي ترجمته قلت في جنة الجاني. إيه سيدي شيخ سكري وي هادو دفتر ماكو جنة الجاني الكالين جناني وديرون جيمي يو يمي سيدي الشيخ محمد الغالي نهيب يرسلو شيخ الجاني ويتون. ومنهم الغالي الرضا أبو طالبي من شيخه قد فاض بالمطالب. ومنهم إن جاي المبي شيخ الجاني الغالي بير الشيخ محمد الغالي الرضا جرلادو بو طالبي والشيخ محمد الغالي بو طالب نون بيهرم الشيخ محمد الغالي أبو طالب كنون ويته من شيخه قرفاض بالمطالب قرفاض ومال داما بالمطالب يتقبل ما قال من شيخه أمرا الشيخ مو شيخ الجاني الشيخ محمد الغالي كلا كو دبنو شيخ الجاني كالي دوم ناني فو دانيي دوم أدخله لحضرة الوصول أدخله شيخ الجاني ناني مكان الشيخ محمد الغالي لحضرة الوصول في ودي حضرة جرت قول الله سبحانه وتعالى من بعد ما توجج تجعل نو تينجنا نو أودنا تنجا دي بالقبول الجبانات تجعل نجد ما كون جبا هابري تجعل شخص جان يجي جمع ما كون نانم حضرة جرت قول الله سبحانه وتعالى وبيديه مكن السر له وما سواه هذا ما حمله ومكن السر له بيديه ومكن شخص جان هبندي السر سر له ولد شيخ محمد الغالي بيده جودي مكو شيخ تجاني جاغو جودي مودوم دي ولا جاغو سر او هوري مودوم او توتيرم شيخ محمد الغالي جودي مكو لومتي ناني غود دو وني و مكانه و هيبي دي كان شيخ تجاني السر سر الله ولغول له ولد شيخ محمد الغالي بيده كاركو جودي مكو دي دي كان شيخ تجاني كانغو وادوم توتوم شيخ محمد الغالي وما سواه هذا ما حمله وما هذا ما حمله سواه وما هذا فنديناني ما حمله kono ko rondi ko Cheikh Mohamed Al-Ghali sirru jilawon gol ko siwahu goddo mona kanko hay goddo dañan ko dañi ko dum yidi wiide wa laqana ash-shaykhu lahu al-awrada wa qad amadahu bihi imdada wa laqana longini ash-shaykhu chairman Cheikh Tijani Cheikh Tijani longini lahu Cheikh Mohamed Al-Ghali al-awrada zikruji kiridi wirduji kiridi lawol gol wa qad amadahu Cheikh Tijani kadi baydanimo bihi e longin gol gol imdada na baydale kado wala dum ko imdadatu kewde lawol he madduji kedo rokimu rokimu fu batu ye futu hatu ye imdadatu ji kewde summa habahu sheikhu bi taqdimi wa sara fi siratihi alqawimi chagallum summa rafti habahu rokimu jonnimu ash-sheikhu cherno Cheikh Tijani bi taqdimi ko wiire taqdim ko Cheikh Tijani rokimu taqdim lawol he taqdimul khas wa sara yahi kango sayyidi Cheikh Mohamed Al-Ghali fi siratihi lawol Cheikh Tijani alqawimi pochi ngol ngol Cheikh Tijani yamirimo yoya haramaini sharifain وذكرتون ذكر يفور ذكر دي كدي هورتون مهدي المنتظر شخص جان جاك جاهر المعاني ركيم دوم حالو من جوش ومنه فاد لسواه المدد وثم للمريد منه المقصد ومنه كي عمر الشيخ محمد الغالي فاد وانج المدد مدد كو ويته بيداركو لسواه ورن تيغري غد مو نا كانكو غد داني مدد كونو كي الشيخ محمد الغالي ري كونو كي الشيخ محمد الغالي امي مدر مكو ما شاء الله هي هيوبه وثم ننتون منه عمر الشيخ محمد الغالي للمريد ولد المود المقصد فاندار الشيخ محمد الغالي موجودي فاندار المريد سيدي نام الشيخ عمر الفوتي رضي الله عنه فانتشرت طريقه الشيخ على يديه في شرق وغرب مسجله فانتشرت قدوم تجي ساكتي طريقه الشيخ لا والشيخ تجاني على يديه جوم الشيخ محمد الغالي جودي مكو ديده في شرق تفنانغي رو ونوتو وغرب اتو هيرنانغي ga Cheikh Umar lumti mo ga woni al gharbu sudani musjalan wellet funnan kanko dari ton wodi ko dari hen ko heddi ko rokki almo ko Cheikh Umar lufuti sari dum libi misra ha naati leedele men de ga alhamdulillah ta'ala gharbu kam gharbu ifrikam gharbu sudani kam ala mo Cheikh Umar tigrigi nawde rega ala mo Cheikh Umar fonde rega kanko sari ga lawo ngol tigrigi yo Allah yo mo mojere haji mo woni wi'a ar-rajulu alladhi ata min futa lawlahu kadal wirdu an yafuta wiyam ko Cheikh Mohamed Bello wiingol wi non lamdo Nigeria lamdo Hausa Cheikh Mohamed Bello bin Cheikh Ousmane Dam Fodé ni Cheikh Omar arena RD an radio wi ar-rajulu alladhi ata min futa lawlahu kadal wirdu an yafuta subhanana gorko gumire futa lawongol hore murum jogornoko fataade ngol jogornoko majjude kono kanko darmingol li hay gor darnaaki ngol lima lanu hibbuhu wa huwa khadimu ahmadi wan nasu bainana isin wa ghawafili فأقام في الإسلام أعدر دولة فانزاه عنه بها جميع مشاكلي قول شيدي الله جمر رضي الله عنه كان الشيخ سكري جكي ومنه قد جاء للسودان قد جاء بها للسودان عمر الفوتي خدم الإرفان الله أكبر فحصل الفتح على يديه وكل خير حاصل لديه وكم مرائي للنبي رآها ونفسه قد أدركت مناها